عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اول حاجه ناخذ ثاني من وقتكم نصلوا فيها على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. كيف ما تشوفوا اليوم باش نقدم لكم تحليه سهله وبنينه، وفي نفس الوقت ما تشدش، يعني ما تشدش اليد في ساعه تحضر، فقط اني تاخذ لنا وقت كي نخلوها ترتاح في الفريجيدير باش تعطينا هكا القوام اللي حاجتنا به. التحليه هذه بالخبز نقولوا نحنا المبشمط، هانو يتباع في الجروسي فاس موجود، يعني بالنسبه اللي هنا في تركيا يلقوه بسهوله، بالنسبه اللي في تونس اللي ما نجمش يلقاه ينجم حتى ياخذ الباجيت العاديه، الباجيت الصغيره ويقصها ترونشات، والترونشات هذيك يحطهم في الفور يحمرهم ومن بعد يعملها الوصفه هذه. بالنسبه للحاجه الاولى باش نبدا بها اللي هي الكريم شانتيه، كما شفتوه باش ناخذ باكو فيه 75 غرام، يعني كاس غير ربع كريم شانتيه عليه كاس تاع حليب بارد. باش نركضهم هذه الكريمه خاطر باش نحطها من بعد في الاخر، لازم ديما الكريم شانتيه نركضوها هي الاولى، نحضروها ونخلوها ترتاح في الفريجيدير باش من بعد كي نحطوها نحطها فوق المحلبي ما تذوبلناش، وفي نفس الوقت المحلبي بطبيعته باش يكون بارد، يعني تاخذ لنا قوام مزيان وطوانا من بعد كي باش نحطوها فوق التحليه هذيك. كيف ما شفتوا نحركها من الاول هكاكا، ومن بعد باش نحل الركاده باش نركضها بالباهي لين تطلع بالباهي، نقولوا نحنا كل المنقار هذاك لين تعملك المنقار هذاك. وتو نوريكم استيس كيفاش نقلب الريسيبيون هذاك وقت اللي ما تهبطش الكريم تاعنا، اعرفوها راي الكريم تاعنا هذاك القوام تاعها اللي لازم يكون، وخذت القوام تاعها وما تطيحش، يعني هذيك هي الكريمه طلعت بالباهي. ما شفتوا الكريمه فيس بدات تطلع، ما تاخذش برشا وقت خاطر نطلعها بالباهي لين القوام تاعها يولي كثيف وتعمل لك المنقار هذاك، وباش نحطها في الفريجيدير ترتاح لين نحضر لنا التحليه هذيك، نحضر لك الخبز هذاك، نحضر له الشحور نتاعو، ونطيب المحلبي نحطه فوق منه ونخليه يبرد باش من بعد يجي دور الكريم شانتيه. انا بديت بها من الاول خاطر هي لازمها ترتاح. شوفوا هاك المنقار هذاك اللي تعمل الكريم شانتيه هذايا اللي حاجتنا بيه. تو نزيد نقلب ريسيبيون، شوفوها اللي هي راهي القوام نتاعها هذاك هو اللي لازم يكون، ويعني الكريمه نتاعنا طلعت بالباهي وهذاك القوام نتاعها، باش نخليها تبرد. نلم الكريمه هذيك اللي على جنب نلمها بالباهي، هذه الكريمه نتاعنا. شوفوا كي قلبت الريسيبيون حتى حركته والكريمه قاعده كيف ما هي ما طاحتش، علاش؟ خاطر خذت القوام نتاعها اللي حاجتنا به، يعني ما نخافوش منها كي نحركوها بالباهي وتعمل لنا كل المنقار هذاك، معناها راهي الكريمه نتاعنا راهي خذت القوام اللي حاجتنا به. شوفوا كيفاش الريسيبيون ننفر فيها والكريمه ما هبطتش، معناها راهي حاضره الكريمه. لهنا بعد ما حطيت الكريمه نتاعي تبرد في الفريجيدير، حطيت لهنا كاس ونص نتاع سكر، حطيته في الطنجره كيف ما تشوفوا، هذا سكر حبيبات حطيته في الطنجره وشعلت عليه الغاز من غير ما نحطوا ماء حتى شيء، خاطر الشحور هذا باش نعملوه كيما الكراميل، يعني باش نطيبوه بالطريقه نتاع الكراميل، فقط باش نطيبوا سكر وماء اكاهو، يعني باش نخلوا السكر هذاك لين يذوب يعطينا كل لون هذاك الكراميليزي، وبعد باش نزيدوا عليه الماء ونحلوه بالباهي باش يولي لنا في شكل شحور. كيف ما تشوفوا هذا السكر نتاعنا بدا يذوب، كيف ما تشوفوا نخليه لين يذوب كومبليتمون، بعد كان قعد فيه كعابر ولا حاجه نحركهم شويه بالركاز اليدوي باش يتحلك السكر هذاك الكل ويذوب في نفس الوقت. شوفوا قعد فيها شويه كعابر بركه خاطر السكر صبيته، ويعني ما حركتوش ما خليته كيف ما هو، نحركوه شويه بشكل كعابر هذيك تنحى، نتخلصوا من الكعابر هذيك باش يولي لنا الكل كراميل فرد لون وبالطبيعه يكون ما فيهوش كعابر. خلي الكراميل هذيك تو يطيب في عقله لين يكملك الكعابر هذوك ويكملوا ما عادش يظهروا جمله، ساعه ساعه هكا نحركهم لين نخليهم يذوبوا بالباهي، وبعد باش نزيدوا لهم الماء. بالنسبه للماء 400 مليلتر، يعني كيلت كاس ونص سكر ذوبته وباش نزيد عليه كاسين نتاع ماء. لهنا كيف ما تشوفوا الكراميل نتاعنا ذاب، يعني حاضر هذا الكراميل نتاعنا. لهنا عندي 400 مليلتر باش نزيدها،
كي تشوفوا الكراميل نتاعكم ولا السكر نتاعكم هكاك تحجر ما تخافوش منه، ما تقولوش راهو في سد وما تستسلموش، حركوه بالباهي بالباهي تو يذوبك السكر هذاك. بطبيعه السكر اللي تلم هذاك الكل وتكعبر راهو باش يذوب، باش يولي كله يرجع كيف ما كان ويذوب ويوليكم كراميل. بالطبيعه بالنسبه للكراميل خاطر نخلوه لازم يكون خاسر، خاطر باش نحشو بيه حلو ولا باش نزينو بيه من فوق، يعني نعملوه كيما الصوص. اما بالنسبه لهذايا قلت لكم شحور هذايا بالطريقه نتاع الكراميل هذايا راهو شحور. نبقى نحرك لين الكعابر هذيك نتاع السكر كلها اللي تحجرت هذيك كيف ما شفتوا هذايا، لين نحركها بالباهي لين تذوب ما عادش تظهر، وبعد باش نهبطو من فوق الغاز. كيف ما شفتوا بقت شويه بركه، زاد باش نحرك هذيك لين تذوب تماما ما عادش تظهر، ومن بعد نهبطوهم فوق الغاز. هذايا الشحور نتاعنا يبدا حاضر. كيف ما شفتوا بالنسبه للشحور هذايا راهو سبيسيال شوي، ما نحطوش فيه لا قارص لا حتى شيء، جوست سكر وماء. هذايا الشحور نتاعنا كيف ما شفتوا حاضر. كيف ما شفتوا رجع لدرجه الغليان نتاعو، وباش نطفي عليه توا. ولهنا عندي البيريكس كبيره اللي هي في شكل مستطيل، عندي لهنا هذايا الخبز اللي قلت لكم عليه، اذا موجود في الجروسير فاس في تونس يا حبذا، اذا مش موجود قلت لكم تنجموا تحطوا الباجيت. نبدا نحطوا فيهم الكعبات هذوما، باش نستعمل 12 كعبه، الباكو فيه 13 كعبه ديجا، نستعمل 12 كعبه بركه يعني حسب المساحه نتاع البيريكس اللي باش نستعملوها. نحطهم كلهم هكا بجنب بعضهم، نرصفهم بجنب بعضهم. كيف ما شفتوا هذوما رصفتهم بجنب بعضهم، تو نجيب الشحور نتاعي هذاك وباش نسقي بها الخبز هذاك الكل. كيف ما شفتوا نحاول نصبه من فوق، نصب عليهم الكل باش كلهم ياخذوا نفس الكونتيتي نتاع الشحور وكلهم يتبلوا ويولوا يعني هشوشين نقولوا نحنا، ويولوا طريين ما يبقوش يابسين هكاك. بالطبيعه لازم نسقوه بالصوص بالباهي، لازم الصوص يدخل في البلايص الكل. كيف ما شفتوا هذا باش نخليه تو يشرب الصوص نتاعو، ما بين حضرنا المحلبي نتاعو الكريمه نتاعو البيضه. لهنا كيف ما تشوفوا باش نحضروا المحلبي نتاعنا. اول حاجه باش نبدا بها عندي إطرة نتاع حليب، كيف ما تشوفوا تختاروا اي حليب تحبوا عليه، كانوا نصف دسم ولا كامل دسم ولا يبدا زيرو هذاك، تختاروا حليب اللي تحبوا عليه بطبيعه اللي تنجموا تستعملوه. إطرة حليب باش نحط عليها هذوما مغرفتين نشا، اي نوع نتاع نشا تنجموا تستعملوه. لهنا عندي 6 مغارف نتاع فارينة و 6 مغارف نتاع سكر. كيف ما شفتوا بالنسبة للسكر تنجموا تزيدوا تنجموا تنقصوا، اختياري راهو يرجع لكم ليكم انتوما. نحركهم بالباهي على البارد هكا لين الفارينة هذيك تتخلط بالباهي هي والنشا والسكر والحليب، وما تبقاش فيها التكتلات هذيك، نضمنوا اللي هي المحلبي نتاعنا نطيبوها باش ما تبداش فيها كعابر. نخلطوه بالباهي ونحطوه في الغاز فوق الغاز بالطبيعه باش نطيبوه كيما تعرفوا اي كريمه اي محلبي نطيبوه. كيف ما شفتوا نبدا نحركه بشوي، ما نطيبوش على نار قويه، نخلو الغاز على نار متوسطه ونحركه يعني ديما تحريك مستمر باش نتحصلوا على القوام نتاع المحلبي اللي هو قوام كريمي يبدا. كيف ما شفتوا لهنا الخليط بدا القوام نتاعو يتبدل بشوي بشوي، بدا يتبدل بالطبيعه لين نضمنوا اللي القوام نتاعو يولي خاثر برشا ماهوش شكل عاقد برشا. وقتاش نعرفوا المحلبي طاب وقت يولي خارج فوق الفقاعات هذوكم نتاع الهواء نعرفوه اللي هو راهو المحلبي نتاعنا راهو طاب. لهنا كيف ما تشوفوا القوام نتاعو خثير، باش نزيدوه باكو صغير سكر فاني 5 غرامات، وباش نزيدوا مغرفه زبده يعني الفاني باش ننكو بها، والزبده هذيك زاده باش تعطينا القوام نتاع الكريمه وتعطينا المطعم نتاع الكريمه. نخلطوا بالباهي باش تذوبك الزبده هذيك. كيف ما شفتوا نحركوا بالباهي، كيف
يبدا المحلبي هذا يبدا يغلي باش نطفي عليه الغاز ونهبط. كيف ما شفتوا هذا المحلبي نتاعنا تو حاضر، باش نطفي عليه الغاز وباش نهبطه ونحطه فوقك الخبز هذاك اللي زقيناه بالشحوم. لهنا نجيبك المحلبي هذاك اللي طيبته وباش نصبه فوق الخبز بالطريقه هذه باش الكل يبدا متساوي. كيف ما شفتوا نستوي هذاك المحلبي هذاك الكل باش الكل ياخذ نفس نقولوا نحنا نفس العلو في البيريكس، باش من بعد وقت نقصوا هذوك الطروف هذوكم نتاع التحليه يبدو ظاهرين مزيانين ومستويين. نستوي بالبيك المحلبي نتاعي ونخليه يبرد في الكوجينه بحراره الغرفه، ومن بعد بالطبيعه باش نزيدوا له الكريم شانتيه. بعد ما برد بالباهي وشد روحه جبت الكريم بعد ما تحت في الفريجيدير، توا باش نحط الكريم هذيك من فوق ونستويها بالطبيعه، نستويها بالباهي. كيف ما شفتوا تحليه سهله، فقط اني وقت التقديم نتاعها مثلا تنجموا تحضروها قبل بنهار، تخلوها ترتاح بالباهي في الفريجيدير باش كي تقصوها تعطيكم قوام مزيان وتعطيكم منظر مزيان، ما تبداش كيما طايبه فرد نهار يعني طايبه في نهارها، خاطر تبدا مازالت سخونه مازالت شاده السخانه لداخل تنجم تتفترش لكم. كيف ما شفتوا نحاول نسوي بالباهي البلايص الكل. باش نحط التحليه هذه باش نخليها ليله كامله في الفريجيدير تبات في الفريجيدير، وبالطبيعه باش نزينها ونقصها ونوريها لكم. هذه بعد ما كملت استويتها وبعد ما كملت يعني كملت ليله كامله باتت في الفريجيدير خرجتها، وتو باش نقصها. كيف ما تشوفوا حتى الكريم ما تشدش برشا في السكينه خاطرها ارتاحت، وديجا تشوفوا فيهم الطروف نقص فيهم وهما قاعدين يسيبوا في رواحهم يعني معاش لاصقين، خاطر كي تبدا مازال سخونه ما يسيبوش بعضهم هكاك. عندي لهنا فستق هكا مرحي باش نزين بهم من فوق، وعندي شويه من غلال الغاب زاده باش نزين به يعني نزينه من فوق فوق الفستق هذاك. التزيين يبقى لكم اختياري كيف ما تحبوا انتوما. لهنا عندي هذه غلال الغاب، الحقيقه ما نكذبش عليكم اسمها ما نعرفوش، اللي يعرف يكتب لي في كومنتير. تتباع برشا هنا اما اسمها ما نعرف ما نشدوش في راسي خاطر صعيب شويه. بعد ما زينتها لهنا هذه التحليه نتاعنا كيف ما تشوفوا سهله وما تاخذش برشا وقت، كيف ما قلت لكم وبنينه صدقوني بنينه على الاخر. نودكم ولا نشهيكم، نتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي رايكم. بالطبيعه باش نحي مرسو هكا بعد ما قصيتها بالطبيعه باش نحطها في طبق التقديم ونوريكم القوام نتاعها كيفاش، ونوريكم الطبقات هذوكم نتاعها كيفاش ظاهرين، الطبقه نتاع الخبز هذاك والطبقه نتاع المحلبي وطبقه الكريم شانتيه. وبالطبيعه انتم تنجموا تختاروا، تنجموا حتى الكريم شانتيه البيضه هذيه تنجموا تحطوا الكريم المارون يعني بالكاكاو. ولهنا بالطبيعه باش ناخذ منها مرسو باش نحطه في الصحن ونوريكم القوام نتاعها. لهنا كيف ما تشوفوا زايس فيها خاطر السباتول تضطر مش حتى على التحليه ولا حاجه، السباتول تضطر يعني ما تهزش بالباهي، وليت نسايس فيها بالسياسه. ديجا تشوفوا السباتول هزتها يعني كيف ما تشوفوا ما صار لها شيء. هذه التحليه نتاعنا وباش نحطها في طبق التقديم. شوفوا الطبقات اللي فيها هاوينهم ظاهرين الطبقات اللي فيها كيف ما تشوفوا، تحليه مزيانه على الاخر وبريزونتابل، وتنجموا تحضروها لضيوفكم يعني سهله ماهيش صعيبه. تحضروها حتى من الصباح وتقدموها في العشيه عادي، المهم تخلوها ترتاح في الفريجيدير باش تشد روحها. هذه التحليه نتاعنا كيف ما تشوفوا. ان شاء الله يا ربي الفيديو كان خفيف عليكم، وان شاء الله التحليه عجبتكم. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي ارائكم في التعليق. نتمنى انكم تشجعوني بلايك كومنتير، وفي امان الله.